قطاف الأفاني. قطاف الأفاني. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع. قطاف الأفاني. قطاف الأفاني. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهما، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. قطاف الأفاني. قطاف الأفاني.